سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورة التسيست. أسيسم الربين ذا حنين يتشور ذا حنا. ألف لام ميم. أنوان مدن أذا سننفا من ننكن ذا ينمن مهني وثن تجرفا أقراغ نجرب ديقيا وذا في اللان قفر سن أكن دي سفان ربي وذا يمن ذا غاد الصح ذو ذاك إذي سكدبا. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أن ونوي ذاك يخدما ذي السيئات أذسنسلا يخاذ ويسحكما وإن يترجون ربيا ذو الأقرار أثيدي مرير الوعد الربي مدياس نستغيسل بكل شيء العلم يشعر حد. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وإن يوصفني منيس أرفع شي يخدمي منيس أربري حوجة خرقيه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وإذا كني يمنا ذي صرح كان يخدما أنا محوش سيئات نسان أثنى الجزية سوى أكثر وبينك نلا خدما. أوصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أنه وصف لذي ماذا يخدم الحسن إيوثي ديروان ما غصفنك أي ثقمة أشريه وينورث السنال إمي الله انتظر على غوري مارد وغرم أكوني تخبرك الخدم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وإذا كني يمنا ذي رصلح كان يخدمان أثنى نور الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. لم يشرق مثلا أقرنش أنه من سربيا موثان تميه من سربيا أن يحسب رذا مدن أمر عثاب أنه ربيا مديوسا من سر غرب فيك أسقر يحيذوا إن الله مرث نكنيا ربيا نريع رمالا أين لن ذقروا أتخرق ذاك الملان أكند استظهر ربيا. وإذا شكني يمنا أكند استظهر وذاك يوم ننسيس وننسن المنافقون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفطرون. أن نسوي ذي خفرا إوي ذاك النيومنا أثبعت الدبري ذي النار أندم السياث نوان ورستدمنا الشماء ذكر أخذ من ذي السياث إيهو ياسن كان الكثب أذرف ذن ثعكم تنسن ثعكمين بيضنين أغر ثعكمين النينسن السنين القيامة أثنسن غفايا إذ جارن ذي الكثبات. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما
فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. نشجع دنوحي القميس يقيم غصنا الفنسنا قال 50 سجسن إذا همثني بالطوفان نحن يمكنني ظلمن إن نجاة نستذوي ذا فيس يلن داخل نسفنا نقمت سيد العالم اتخرقت أكنذا منن. وإبراهيم إذ قال لقومها اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أكن رضي إبراهيم إمشني النغي القميش عاد ربي تقذمت ذوين يا خيراون لو كان عاد ثارمم أخركني دلت عبذم من غير ربي إضغاغا أتانت خلق مدركت وإذا شكنا لت عبذم من غير ربي مرسعين لش وندفك ذا الرزق ضربت الرزق والربي أعبثت السنوش كارثتش غور السلاث غرم. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إذ البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. ما تشدفن شدفن رجيري اللي نقفر الون إن في وري اللي في اللاس حشن صوري فنن أرزرين لنغامك ديف ذا ربنا الخلقيش ومن بعد هني دي عيوذ ونغف ربي سهر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. إن سن الحوت ذي القاع مخلص أم كيف ذا الخلقيش ومن بعد رب دي عيوذ الخليقة ثاني الجروث ربي يزمر كل شيء يعذب من يشاء ويحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أذي عذبون يفغى أذي سمحون يفغى ورسلة غلم خلو وفعير ملع ذي القعان غضب جنيا أرثسعين من غير ربي أحبه ولغ معون. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وإذا كنني كفرا سليتنا ربي نكرم في مليره يذس وإذا كويسن ذي الرحمة أسعاني العتاب ذا قرحان. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أرد جواب القميص حشني مي السنان نغتسنا يرستي ثمس ينجتي ضربي ثمس وإن يكل العلمات إلقوم نيس منن. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ينليشنا لتعبذم من غير ربي مذغغا ثلثا سميح مجم للحياة الدنيا أثن يوم القيامة أذي فري وذقوا أذي رقم وذقوا فنزدغتن وانتمس ورثسعي محد تكون منع. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. يومنيس لوطي تبعيد ينا أقل روح غربا فيه لأنه متصبر نسوى غلاب يسنى يضب الرمور.
ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نفك يزد إسحاق ويعقوب أن جعلت ذي الدريينس النبوة ذي الكتاب أن خلصت ذي الدنيت ذي رحرت ذي الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أهنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. لوط إمسنن القميش ألا تخدم من تفضحين حدرك نزور غرست لتخرقتك الملان أمكت عن نمير قسن تسقط طعم ذي قبردان مثل لاجم دغار تجمع حشر من قعد خدم ورد جوبا القميش حشر من يسنان أفكاد لعتبى ربي ما تصحل قرض ينا ربي نصري أغفر قميش فسدا. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. مدو سنويد شقع غريب راهي مثل الشرن الننس أنس سنجر الغشي تدر ثقيا أثني ذا تصل من إن يسني إبراهيم أثنلط ذي سجلا الننس الكلين أعلم سوي ذكي اللان ذيس أثننجو سري وشوريس حشا ثنطة ثيسكان أن التثذق ذي نقرن. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. مدو سلود شجاع غرلط أريف رحي السن يتحير أتصف اللشن أننا سورت سقال رح جنرى أقرار مساد أكد نجوس وشوريه حشا كان ثمت وثيك نستثذق ذي نقران نسدك ند ناظر لعتاب قصيح ذي جني فرغش التدر ثاقيا على جرع الدان ثلاس نجد ذي سرع رمان أثبان الديوي ذي تعقرا. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. غرمدي الندن شقع إهمس شعيب ذنفيا إن يسن القمي أعذت ربي نترجوم الجزب بس اللخر الجثس خطر ذي طعام الشد بنت تغريد غرصا الزلزلهني جان الصباح بقي خمنا نسن بركن. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. أكن لذ عاد الثمود إبانا وندس نظران ما تظرمي خامنا نسن يزين زند الشيطان أينك نذي خدمان يزقى يزند غففريد إينا لن عقليا. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. أكني ولد قارون إذ فرعون يكذ هامان يميزن دبوي موسى مشي كان يون البيان تكبر طغان ذي ثمورث يكنه نورس سنسر. فكل نخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا
ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كل حد ذي سن عقبيث سرق در ندنو في نس اللنوذ مدن الشجاع أذو يرجمت سحراش اللنوذ يطف الصيح اللنوذ من اللي رقع السبجعيثا اللنوذ نصارق ربوش نظري مران نقدر مني ما ننسن مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وإذا شك الندي يقمن من غير رب من الدكال ثم يرسل نسنمثي السيست ثقم خام ذا ينتظران ولش خام يضعفان أم خام نتي السيست أملو كان لنعرمن إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون رب ثاني يعلم ذا شو إثعب بذن سجنت نساء نسوي سوى غرذرا يسنى لضب الرمور وإذا كمران ذا المثور نتسوي ثني ديم الدن إثني فهمن ذا العارفين خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين يخلق ربي جنوان ذي القاع أكن رقن ولا يكذر على ما يوثي الهند المؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أعرضين إذن وحا ذي القرآن بدغة تظليث تظليث قتنه غفثو مسيخين ذي المنكر ذكر ربك مقرن ربي يعلمك تخدمم حزب ولا تجادلوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ولذا قالت جدلا وإذا كيس عن الكتاب اليهود والنصارى حتى استناكني الهان حاشا وقدر من ذيك سن إنساسا نكوني نومن سوين يكدي نزلن فلاونا فلانا ربنا غذا ربنا ون أثنيا ون كان وحدس نكوني مقلغا صدعيث وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أكن ندن نزل في الله ولذلك تشيني الكتاب ولذلك مدن نفكر الكتاب ومن نيس ولذلك وقيا جالس نوهي ومن نيس وينكر الله يثنى حشو اللند الكفر وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون يكثر لظرف السنة قفرس أطارث أكتاف أرتح تفلس فسيح يوكني ما الشكل وذي حمر الرباطل هلا نستذل لا يثبنت ذي الجثمار نبوي ذني مدي فكار بالعلم وينكر لا يثنى حاشا ولا نظلم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين
أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أن نسمج دفكية ما بسيوث المعجزة إن سن المعجزات لين إلا نغى الربية نكذا من ذار أدبينا وثنك فرابد ننزل في اللسن الكتابة أقارن تد في اللسن وإن مثلا ذا الرحمن ذو شم كثير يوذ يمنا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. إلسن بركة ربيا جري ذون ذينهيا يعلم شويني اللان ذي جنوان يكوذ القاعا وذي جسمنا نصر بطر خفرنس ربنا وحيد أذو ذاك ذي الخسرين. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أثني الحرن غل عثاب أمرد نسمى رجل تريه ندي يسال عثاب أدي يسمر ابن الفلاش له نور تستوين بخبار أهني الحرن غل عثاب جهنم استاذ الزيد يوي ذاك النكفر. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. السلم رهني دي غوم العتاب النيسن نيسن وردو ضار ننسن أسنيني أهو عرضت أي سلم تخدم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. العباد وذيونا هجرت رقع وثوسع لنكين رتعب ذم كرثر وحذب ودغلموث ومبعد دقرم غرناء